يسعد مساكم بنات. هعمل ادام كاري بالفراخ والبطاطس على السريع كده. حطيت بصل مفروم مع الزيت وهحمسه لحد ما لونه يبدأ يتغير. دلوقتي هضيف عليهم ثوم وزنجبيل. اول ما تطلع ريحتهم كده ضيف عليهم دي فرخه قطعتها 8 قطع وشلت منها الجلد واحمسها معاهم. اتغير اللون كده. دلوقتي هضيف عليهم دي علبة زبادي مع معلقة كبيرة صلصة كده، وهضيف الملح والبهارات، ملح، كمون، كزبرة، كاري وكركم، وهضيف عليهم كمان شوية فلفل اسود. خففت النار شويه وهسيبها تتسبك شويه قبل ما اضيف لها الميه والبطاطس. هضيف شويه ميه كده وهقفل عليها الفراخ مثلا ربع ساعه في حاله الضغط عشان تقرب تستوي، وبعديها افتح واضيف البطاطس عشان تحافظ على شكلها في النار. خلاص بعد ربع ساعه تقريبا قرب يستوي، هحط بطاطس مكعبات واقلبها واقفل عليهم كمان 10 دقايق. هعمل سلطة زبادي بالخيار والنعناع، خيار مبشور طبعا قشرته وبشرته، ونعناع وفلفل اسود، واحط عليها علبة زبادي وعصير ليمون وهقلبهم. ممكن تضيفي ملح بس انا بحب اكتفي بحموضة الزبادي بس. تمام استوى، بدأت اني اغرفه. ممكن عادي كريمة عادية للتزيين او مثلا حليب جوز الهند. وده كان ادامة فراخ بالبطاطس، وقدمت معاه بس رز ابيض مش اكتر من كده وسلطة اللبن.